متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. ربما البعض منا لا يعرف ماذا تعني شعارات شركات السيارات وما هو سبب تسميتها، لذلك سنستعرض اليوم أشهر شركات السيارات في المنطقة ونشرح لكم معانيها. تويوتا. يمثل شعار تويوتا ثلاث أشكال بيضاوية تشير إلى قلب العميل وقلب المنتج والتطور التكنولوجي المستمر والفرص التي لا نهاية لها. وتعني كلمة تويو في اللغة اليابانية الكثير من، بينما تعني تا الأرز. عندما أسست الشركة عام 1937 استخدم اسم تويوتا بدلا من توفودا. مرسيدس. تمثل نجمة مرسيدس ذات النقاط الثلاث سيطرتها على كل من الأرض والبحر والهواء، وقد ظهر هذا الشعار لأول مرة في شركة دايملر عام 1909، وقد أضيف إليه إكليل الغار عام 1926 ليمثل اتحاد الشركتين معا. نيسان. عرفت الشركة من قبل باسم نيبون سانجيو الذي يعني باللغة اليابانية الصناعة اليابانية. ليكزاس. قدمت إحدى الشركات الاستشارية قائمة بأسماء مقترحة للعلامة الجديدة لتويوتا، وتضمنت هذه القائمة أسماء كفيكارتي، فيروني، شابايرل، شاباريل، كاليبري، أليكزس. قفز اسم أليكزس إلى رأس القائمة بسرعة، وهو اسم نجمة دراما أمريكية شهيرة، ومن ثم تغير الاسم إلى ليكزس، وهي كلمة تجمع بين الأناقة والفخامة. شيفروليه. أخذت الشركة اسمها من اسم عائلة مؤسس الشركة، حيث إن اسم مؤسس الشركة هو لويس شيفروليه. جي إم سي. حيث تعني كلمة جي إم سي اختصار، وهي الشركة الأم جنرال موتورز كومباني. هيونداي. وهو مشتق من الكلمة الكورية هانجا وتعني حديث ومتطور ومتجدد، وتنطق في اللغة الإنجليزية هيونداي. فورد. وهو نسبة إلى السيد هنري فورد مؤسس الشركة. تمت إضافة الشكل البيضاوي إلى الشعار عام 1912 ثم اللون الأزرق عام 1927. كرايزلر. أطلق هذا الاسم تخليدا لذكرى مؤسس الشركة والتر كرايزلر. لاند روفر. تعني أرض التجوال، وماركة رينج روفر تتبع في الأصل لشركة روفر كامباني، شركة سيارات بريطانية من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات. ميتسوبيشي. تعود أصول هذه الشركة إلى عام 1870، حيث كانت تعمل حينها في بناء السفن، وصممت سيارتها الأولى عام 1917، وتمثل الماسات الثلاث مروحة السفينة ويعني ميتسوبيشي. إنفينيتي. ومعنى الكلمة هو العدد غير المنتهي أو اللامحدود، حيث لم يستعمل في اليابان إطلاقا، وقد بيعت منتجاتها تحت اسم نيسان موتورز. أودي. تمثل الدوائر الأربع لشعار أودي الشركات الأربع لاتحاد السيارات عام 1932، وتعني بالألمانية استمع. رولز رايز. بدأ فريدريك هنري رويس عمله في مجال الكهرباء والميكانيك عام 1884، وصمم أول سياراته وسماها رويس عام 1904. تم تقديمه إلى تشارلز ستيوارت رولز في الرابع من مايو من العام نفسه، وكونا معا شراكة يصنع من خلالها رويس السيارات ويبيعها رولز حصريا في شركته، وقد نص العقد على تسمية السيارات برولز رايز. بي ام دبليو. يمثل شعار بي ام دبليو الدائري مروحة الطائرة، ويشير اللون الأزرق إلى لون السماء. لقد بنى بايرخ موتورين ويرك مجموعة محركات هوائية للطائرات العسكرية التي فجرت فيما مضى المصانع التي تملكها شركة بي ام دبليو نفسها. فولفو. تعني كلمة فولفو باللغة اللاتينية أنا أتدحرج، وتعبر الدائرة والسهم عن مادة الصلب التي اشتهرت السويد في صناعتها، كما أن هذا الشعار يمثل كوكب المريخ ورمزا كيميائيا للحديد. لامبورغيني. يعتبر شعار هذه السيارة بسيطا للغاية، فهو مجرد ثور هائج. لقد كان السيد لامبورغيني مؤسس الشركة يحب مشاهدة مصارعة الثيران، ويظهر ذلك ليس فقط من خلال اختياره للشعار بل ولأسماء السيارات نفسها، لأن غالبيتها يرتبط باسم الثور نفسه أو بأي من فصيلته. فراري. يصور هذا الشعار حصانا يثب، وهو شعار الطيار الإيطالي فرانسيسكو براكا الذي شارك في الحرب العالمية الأولى، الذي قام والداه بإقناع شركة فيراري باستخدام شعاره بعد إنجازاته الرائعة وقدرته الكبيرة على الطيران في الحرب.
سوبارو. كانت سوبارو أول شركة سيارات يابانية تستخدم اسماً مشتقاً من لغتها، ويشير الاسم إلى مجموعة من 6 نجوم تعرف باللغة اليابانية باسم موتورابوش، وهي النجوم التي تدل على برج الثور. أوستون مارتن. اشتق هذا الاسم من السباقات التي كانت تقام في منطقة أوستن هيل حيث أسست الشركة، وأضيف إليه اسم عائلة مؤسسها ليونيل مارتن. مازدا. يعتبر شعار المازدا أكثر من مجرد شكل جديد لزهرة التوليب، إذ يمثل شكل V الذي طوره صانع الصور العالمي المشهور ري يوشيمارا، أجنحة ممتدة وتعني بالنسبة إلى مازدا الإبداع والمرونة وسهولة الانقياد. كاديلاك. أطلق هذا الاسم تخليداً لذكرى المكتشف الفرنسي أنطوان لومي ولاسور دو كاديلاك الذي أسس مدينة ديترويت في ولاية ميتشيغان الأمريكية، كما أنه اسم بلدة صغيرة في جنوب فرنسا. بورش. يمثل شعار سيارة بورش شعار مدينة شتوتغارد التي تم بناؤها على أنقاض إسطبل ومدرسة لركوب الخيل، فاتخذت من الحصان شعاراً لها. رينو. ابتكر لويس رونو معينة رونو عام 1898، وتم رسمه منذ ذلك الحين أكثر من مرة إلى أن استقر على شكله النهائي عام 1992. مازيراتي. يتشابه شعار مازيراتي مع شعار ألفا روميو في تعبيره عن الفخر الوطني، فالشكل الثلاثي يمثل رمز مدينة بولونيا حيث كانت تصنع السيارات. كيا. مستمد من الكلمة السينوكورية كي وتعني الخروج من، والحرف A الذي يرمز لآسيا، والمعنى الكلي لكيا هو الناشئة أو الخارجة من آسيا. فولكس فاجن. يعني سيارة الشعب باللغة الألمانية واختصارها VW. سوزوكي. يعود هذا الاسم إلى مؤسس الشركة ميتشبو سوزوكي.